السلام عليكم. الو، اهلا استاذ. الصوت واضح؟ ايه واضح. طيب تمام، بس نطمن بس على صوت يا جماعه. خلاص نبدا نحصل ان شاء الله على طول يا جماعه، نبدا على طول عشان درس اليوم مهم والله، جدا مهم جدا جدا. تعرفين الرياضيات كل شيء فيها مهم. هناخد يا جماعه النهارده درس هيسهل علينا كتير في الرسومات، ترسم بسرعه بعد كده. لو فهمت الدرس ده النهارده كويس هترسم حتى بدون ما تعمل جداول والكلام من ده، اكس وواي وجدول يمين وشمال والكلام من ده. لا، انا النهارده هسهل لك كل ده، بس ركز معايا بس. لو شيء ما انت فاهمه عرفني. قبل اي شيء عندنا هناخد 8 دوال، 8 انواع من الدوال. طبعا دي ما هي كل الدوال، انواع كثيره، بس هناخد منهم النهارده 8 دوال بس. اللي هم حرام عليك. دالة خطية، دالة أول دالة عندنا اسمها الدالة الثابتة. الدالة الثابتة يعني إيه يا جماعة؟ دالة ثابتة قلنا قبل كده، قلنا مثلا نعمل كده ونشوف. شوف عملنا مثلا حاجه زي كده يا شباب، احداثياتنا اهي موجوده، ورسمنا خط مستقيم مثلا وليكن زي ده. دي معناها ايه يا جماعه؟ ده معناها ايه؟ شوف كده معايا، عد 1 2 3 4. دي معناها ايه؟ ده اسمه واي بتساوي 4. هسميها دالة ثابتة. يعني ايه دالة ثابتة؟ يعني مهما اغير قيمة الاكس الواي بتساوي 4. وارسمها ازاي؟ اجي عند محور واي، عند رقم 4، واعمل خط ايه يا جماعة؟ خط افقي بنفس المعنى ده كده، خط افقي، تمام؟ اسمها دالة ايه؟ ثابتة. بالمثل اقول لك مثلا اعمل لي دالة ثابتة عند واي بتساوي مثلا سالب 1، واي بتساوي سالب 1. ارسمها ازاي؟ زي كده في الرجوع. عند سالب 1 ارسم ايه؟ خط مستقيم زي كده اسمه واي بتساوي سالب 1. واضح كده؟ طيب يا شباب مجالها ايه دي؟ مجال الداله دي ايه؟ حد عارف؟ ولا انا لا اسمع؟ مجالها مجالها يا محمد؟ ار، تمام. لا لا بص بص يا شباب، اي داله خطيه ار على طول. اي داله خطيه ار من غير ما تفكر، تمام؟ الدرجه الاولى دي داله خطيه من الدرجه الاولى، ايه مجالها؟ ار. والمدى، مدى ايه يا كل شباب؟ الأعداد الحقيقية، دالة قصدي شو اسمه، ركز. قصدي كل الأعداد مدى هنا، بص الحلو. بص يا محمد، بص معايا يا شباب. مدى هنا مثلا دي دالة، دي لا بتطلع ولا بتنزل، واقفة عند مين؟ الأربعة بس. يعني صفر لا، مداها أربعة بس، واحد، أربعة فقط، دي أربعة، تحت سالب واحد بس. دي مداها أربعة، دي مداها سالب واحد. الصبورة واضحة؟ ايه فهمت. دي مداها سالب واحد أهي، ماشي؟ دي مداها ايه؟ 4 فقط. المدى عندي يا شباب هو قيمة الدالة، قيمة الدالة. الدالة مهما تعطيها كم من اكس هي ثابتة عند الواي، عند 4. يبقى الدالة دي مجالها هو الـ4 بس، رقم 4. تمام. واضحة يا شباب دي؟ عشان ما نختلف بس، ركز. هي دي تركات الاختبار، حاجات زي كده توقع الناس كلها فيها، تبقى شيء سهل بس نوقع فيه. المجال اللي هو شوفوا قيمة الدالة. هتساوي كم قيمة الدالة؟ مهما احط ارقام لاكس الواي بتساوي 4، يبقى الداله مداها 4. المجال جميع الاعداد الحقيقيه. ده اول نوع يا شباب.
عندي نوع تاني من الدوال اسمه ايه؟ شوف بس فقره ثانيه. اف اكس بتساوي اكس. اف اكس بتساوي ايه يا شباب؟ بتساوي اكس. اسمها الداله المحايده. الداله المحايده. محايده يعني يا جماعه؟ يعني يا جماعه ان الفتحه عباره عن ايه؟ واحد وواحد، سالب خمسه وسالب خمسه، اثنين واثنين، اربعه واربعه، زي كده. لو حبينا نرسمها مثلا، نرسمها مثلا كده يا جماعه، مثلا ايه؟ واحد اثنين ثلاثه وهكذا. هنرسمها ازاي؟ واحد مع واحد، اثنين مع اثنين، ثلاثه مع ثلاثه، وهكذا، صفر وصفر. تيجي ترسم خط مستقيم لازم يمر بايه؟ والنقطه صفر وصفر، زي كده يا شباب. دي اسمها الداله ايه يا شباب؟ المحايده، اللي هي اف اوف اكس بتساوي اكس. تمام يا جماعه كده؟ طب دي مجال ايه يا جماعه؟ حد عارف المجال هو ايه؟ والمدى؟ ار. المجال عندنا والمدى نفس الشيء. المدى ايه؟ ار كمان ايه؟ ار برضه. ار برضه، لان مهما اكس تاخد ارقام بتزيد هنا اهي، وهنا مهما اكس تاخد ارقام برضه يا جماعه بتزيد طالعه معايا. ده ليه يا شباب؟ حد يقول لي نوعها ايه بالنسبه لتزايد التناقص؟ هل هي زي الداله متزايده؟ هل هي متناقصه؟ متزايده. متزايده. زي عبد الرحمن. عبد الرحمن يقول متناقصه. ممتاز يا محمد، مهما اعطيها ارقام امشي من ناحيه اليسار ولا جاي من اليسار هي بتزيد. امشي يسار من اكس هي ايه؟ بتزيد. يبقى دي زله تزايديه على مجالها. يا جماعه تزايديه على مجالها، المجال كله. المجال اللي هو اكس. داله تزايديه على المجال كله، مهما اعطيها هي ايه؟ متزايده. طيب ايه تاني؟ لو حابين ندرس كمان سلوك الداله يا جماعه، سلوك الداله يعني ايه؟ يعني لما من سالب ما لا نهايه. اللي هو ايه يا محمد؟ من سالب ما لا نهايه لموجب ما لا نهايه. ايوه ممتاز، سلوك الداله يا جماعه. عبد الرحمن مو محمد. عبد الرحمن معلش انا اسف، انا اسف. بجيب سلوك الداله لما توصل لما لا نهايه موجب والما لا نهايه سالب. تكون قيمه الداله ايه؟ لما اكس تروح لموجب ما لا نهايه، اللي هي بنسميها يا جماعه ليميت. ليميت اف اكس لما اكس تروح لما لا نهايه. شوف كده اكس راح لما لا نهايه. ده اللي راح فين؟ راح فين يا جماعه؟ فوق موجب ما لا نهايه فوق. اقول له بتساوي اهو موجب ما لا نهايه. طب بالنسبه للطرف الثاني لو اكس راح سالب ما لا نهايه، ده اللي رايح فين يا جماعه؟ لسالب ما لا نهاية كمان. لسالب ما لا نهاية. سالب ما لا نهاية. هيبقى بتساوي برضه هنا سالب ما لا نهاية. واضحة يا جماعة؟ دي سلوك الدالة هو إيه. وقلنا كمان تزايد التناقص. تمام كده؟ موضوع الدرس لسه احنا ما دخلنا فيه. أنا بس بتكلم أول على إيه؟ الثمان دوال أوضحهم بعدين ندخل في موضوع الدرس. ما عادنا نمشي براحتنا خالص. المهم نفهم. يعني أنا مستعجل على الحصة. لا أنا مستعجل أهم حاجة نكون فاهمين كل خطوة. ولو واحد ما فاهم خطوه يعرفني يا شباب عيدها تاني. لما تعرفها دلوقتي احسن ما تيجي تعدي عليك ايام ثانيه تاخد حاجات اكبر وانت مش فاهم الاساس. ده الاساس يا شباب. طيب النوع الثالث من الدوال يا جماعه، النوع الثالث من الدوال اسمه الداله التربيعيه وكلنا عارفينها. الداله التربيعيه هي عامله كده تكتب اف اكس بتساوي اكس تربيع. كيف رسمتها يا جماعه؟ تجعل شكل يو صح؟ حرف اليو. ممتاز حرف اليو. اذا عملت احداثياتك زي كده بس لون ثاني هتبقى حرف اليو كده يا جماعه، بحيث تمر بايه؟ بنقطه صفر وصفر. نقطة اكس. ده حرف اليو. خط اكس كده. طب لو هي سالب اكس تربيع زي ما قلت امبارح. على تحت. ممتاز، حصل لها انعكاس. هو موضوع الانعكاس ده لسه هناخده. بس انا بحاول امهد للي جاي من دلوقتي. الاسبوع اللي فات بمهد له. حتى لما نيجي ادرسها تكون سهله من الفكره عنها قبل كده. يبقى لو هي اكس سالب اكس تربيع هتبقى عامله كده كده عامله كده، وده بسميه انعكاس حول محور مين؟ حول محور اكس. اكس. تمام كده. دي ثاني واحده يا شباب. طب حد يقول لي مجالها ايه؟ امسح دي مش محتاجينها على فكره، ده اللي بنتكلم عنه فوق بس حاليا. كمان اللي تحت. حاليا اللي فوق المجال عندي يا جماعه اس. المجال ار. المجال ار. تمام المجال جميل. خلي بالك الار دي يا شباب اقدر اعبر عنها بكذا حاجه، ما هو شرط يعني كده بس. ممكن اقول لك ايه؟ ما لا نهايه وسالب
مكمل النهاية نفس المعنى ده زي اللي بالضبط. ايوه استاذ، المدى من صفر الى ما لا نهايه. لا مين اللي بتكلم؟ مين اللي قال الفكره دي؟ انا من صفر الى ما لا نهايه. محمد ما شاء الله عليك يا محمد. تمام المجال يا جماعه زي ما قال زميلك محترم له، ببدا من عند ايه؟ اقل نقطه في الداله اهي ورايحه هنا المدى النهائي. صح كده الكلام؟ يبقى المدى عندي يا جماعه اهو هقول له من صفر فتره مغلقه الى ما لا نهايه موجب فتره ايه؟ فتره مفتوحه. واضح يا جماعه؟ طيب عايز واحد شاطر يقول لي برضه موضوع التزايد والتناقص. التزايد والتناقص يا اولاد اي تزايديه؟ تزايديه على مجالها كله؟ لا خلي بالك هنا اكس اهي، وانا جاي مع اكس كده تحصل ايه الداله؟ تزيد تنقص. ايه؟ تزيد بذمتك بتزيد؟ لا تنقص من هنا. بشوف الخط من اليسار وانا جاي. انت قصدك تنزل من هنا؟ ايه تنزل اليسار من اليسار. ده اللي بيحصل لها ايه؟ كل ما اكس تمشي كده يا جماعه الداله بتنزل. صح؟ يبقى من سالب ايوه لحد الصفر تناقصيه. هقول له من سالب ما لا نهايه لحد الصفر تناقصيه، تناقص. طب من صفر يا جماعه ما هنشوف اكس بتزيد كده، اكس بتزيد اهي الداله بيحصل لها زايديه كده زيد. يبقى من صفر لحد موجب ما لا نهايه الدالة عندنا يا أستاذ كزايد. طب سلوك الدالة يا جماعة، سلوك الدالة اللي هو الليمت، ليمت لما إكس تروح لما لا نهاية الدالة رايحة فين؟ إلى واي ما لا نهاية. يبقى لما إكس راح لسالب ما لا نهاية الدالة طالعة لفوق لموجب ما لا نهاية. صح كده؟ أيوه. أمشي كده هي تمشي كده. طيب لما تمشي الناحية الثانية اكس راح على ما لا نهايه موجب برضه رد راح موجب ما لا نهايه برضه الموجب ما لا نهايه. معناها ايه يا استاذ؟ الليمت للداله لما اكس سواء رايحه لموجب ما لا نهايه او سالب ما لا نهايه كله بيساوي موجب ما لا نهايه. صح كده يا جماعه؟ ان الداله دي ليس لها مجال في السالب، مجالها بس هنا حاليا في الموجب بس في الموجب. يبقى النهايه اليمنى موجب ما لا نهايه، النهايه اليسرى موجب ما لا نهايه برضه. كل النهايات عندي موجبات. لحد كده تمام يا شباب؟ تمام؟ ناخد اللي بعدها؟ ها يلا جاوبوني، لو حد عامل شيء صعب اقوله تاني. طيب، شوف الفكره اللي بعدها يا جماعه. الفكره اللي بعدها الداله التكعيبيه. الداله التكعيبيه. اللي هي ايه يا جماعه؟ اكس تكعيب. مكافئ. نلاحظ يا جماعه في الداله التربيعيه اللي مسكتها من شويه، التربيعيه زوجيه ولا فرديه؟ زوجيه. زوجيه متماسكه حول محور مين؟ اكس. اكس ركز كده تاني. واي 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 اتعامل حرف اليو حول محور واي. داله زوجيه متماسكه دايما حول محور واي. التكعيبيه يا جماعه التكعيبيه عامله ازاي؟ قطع مكافئ صح؟ كده كده يا جماعه متماثله برضه، متماثله حول ايه؟ نقطة الأصل. نقطة الأصل. أثبت كده ازاي يا جماعة؟ أثبت كده ازاي؟ لو في هنا نقطة، نقطة هنا كده اهي ودورتها 180 درجة، عملتها تدوير 180 درجة، هتيجي هنا كده بالظبط. صح. يبقى لما أدور نقطة، أدور الشكل 180 درجة، والنقطة تيجي في نفس المكان الطرف الثاني، إذا دي ايه؟ متماثله حول نقطه الاصل. امسح ثاني معلش. طيب يا جماعه بس بتكلم على السلوك بالمره، سلوك الداله بالمره. عامله كده زي ما قلنا. هندرس برضه كل ايه؟ كل حاجه فيها يا شباب. المجال، المجال يا جماعه مين يقوله؟ المجال. ار ار. خدها قاعده عندك، قاعده كده عندك يا شباب. اي داله كثيره الحدود زي كده كثيره الحدود اهي يا شباب. اكس تكعيب، اكس تكعيب زي الواحد زي الاثنين اكس زائد اربعه. المهم هي ايه؟ سطره كده يا جماعه من حروف وارقام ما عليهاش اي شروط، مجالها دايما بيكون الاعداد الحقيقيه. يبقى المجال عندي اه كده ما شاء الله عليك شطار. طب والمدى؟ المدى كذلك. المدى ايه يا جماعه؟ برضه ار. برضه ار اهي، كل واي كلها ار برضه يا جماعه. طب التزايد والتناقص؟
تزايد هناك لما تروح لسالب ما لا نهايه تزيد هنا متزايده وهنا متزايده كمان متزايده ممتاز كده انت ما شاء الله فاهمينها بقول ايه هنا بقول كده الداله متزايده على مجالها على المجال كله يا شباب سواء قلت مثلا المجال مثلا من سالب 10 موجب 10 هي تزايديه عليه طب من سالب ما لا نهايه حتى موجب ما لا نهايه تزايديه برضه عليه يا شباب بعدين انا اهي اقول له متزايدا على مجالها مجالها ايه يا استاذ اي كان مجالها ده حسب ما يحدد لي هو سواء هي اي لها اي مجال هي متزايده على المجال تمام كده طيب ايه اللي لسه ما قلناه سلوك الداله يا شباب سلوك الداله الليمت ليمت لما اكس تقول لي ما لا نهايه سالب هتروحي برضه سالب ما لا نهايه هنا برضه اكس راح نوجب سالب ما لا نهايه الاول هتساوي كام؟ سالب ما لا نهاية تمام تمشي اكس كده الى سالب ما لا نهاية تروح هنا الدالة سالب ما لا نهاية الثانية عكسها طب بالناحية الثانية ليميت موجب موجب اكس راح ما لا نهاية موجب بتساوي ايه؟ اللي هو فاهم هي اكس بتزيد كده يا جماعة في المزيد لان ما لا نهاية ده راح هنا فوق ما لا نهاية موجب برضه اعتقد الدرس سهل وجميل والله انت فوق احنا بس بنراجع على اللي فات لحد الان ما قلنا شيء جديد. طيب الداله اللي جايه دي بقى يا جماعه مختلفه. اللي جايه مختلفه شويه اسمها ايه؟ الداله الجذريه. هناك كنا بنقول اللي فات كله المجال ار جميع الاعداد الحقيقيه. هنا مش ار ما ينفعش. لما اقول لك الهو اف اوف اكس بتساوي جذر اكس. دي اسمها داله ايه؟ داله جذريه. عليها شروط كتير يا جماعه هنا هنا في شروط. ايه هي يا جماعه حد عارف؟ ايه الشرط اللي عندك؟ ما اعرف ايه؟ ما اعرف والله المجال عندي هو ايه؟ ايه هو المجال؟ من غير ما اكتب زد ار زد زد لا ولا زد زد ازاي؟ هو انا ما اقدرش اكتب مثلا اجيب لك الحاسبه جذر 2 و4 من 10 ما ينفع؟ ما هتيجي معاك؟ هديك رقم هديك رقم 10 عادي ممكن تجيب رقم 10 خذ عدد تخيلي يمكن سالب واحد المجال سالب واحد عدد تخيل يصير لا لا المجال يا جماعه معناها كيف المجال معناها ايه؟ اقدر احط تحت الجذر دي ارقام ايه؟ اي ارقام احطها ايه؟ ها طب هسهلها اكتر ينفع اجيب جذر عدد سالب؟ لا يصير عدد تخيلي ما ينفعش مرتب ليك ما ينفعش اجيب جذر عدد سالب صح؟ في الكومبلكس يبقى الشرط عندي لازم يكون دول ايه؟ يعني موجب بس لازم يكون موجب طب ينفع يكون صفر؟ لا ما في غير معرض طب جرب تلعب حسب عندك جذر صفر هديك ايه؟ جذر صفر انا جربتها صفر هيعطي صفر برضه يا شباب هيعطي صفر معنى كده ايه؟ الاكس دي دبليو ممكن تاخد اكس تاخد صفر او اي قيمه موجبه بس طب يعني دبليو معنى ايه يا شباب المجال عندي؟ المجال دبليو اكبر من او تساوي صفر وده مجال ده المجال يا جماعه لازم اكس اكبر من او تساوي ايه؟ صفر ما ينفعش تكون سالب طب نرسمها كده نرسمها عامله ازاي؟ طب دبليو يا استاذ ايه؟ مجالها دبليو مجالها اقدر اقول دبليو اقدر اقول دبليو مجالها اكبر من او يساوي صفر اقدر اقول دبليو طيب اللي هو الاعداد الكليه تقول دبليو ايوه ازاي اصل دبليو اللي هو الاعداد الكليه لك رقم طبيعي زي مثلا 9 8 10 20 صح ايوه ما هو نفس الوقت ما بينفع اجيب جهاز مثلا شويه جهاز مثلا 11 و5 من 10 ينفع ولا ما ينفعش ينفع ينفع ده رقم ايه؟ مش ده نسبي؟ ده رقم نسبي ورقم حقيقي كمان اه ايه صح اه ايه عندي ايه؟ الاكس ده ايه؟ تنتمي لمين؟ ده ار اكس تنتمي لار لكن لو قلت لي بس المجال زد او دبليو بس لا لا ما ينفعش مش دبليو انت قصدك بس تقول دبليو عشان تاخد الارقام المجابه صح؟ عشان ايوه المجابة. ايوه بس الدبليو كلها ارقام موجبة صحيحة صحيح وموجب في نفس الوقت ايوه لكن انا عندي اقدر اجيب الجذر الرقم 10
كسر اعتيادي كسر مثلا 2 على 10 2 على 7 ينفع تيجي عادي ما فيش اي مشكله في ده. يبقى المجال عندي اكس اكبر من او صفر حيث الاكس ده ينتمي لار اي رقم من الايه من الار يا جماعه. وجزاكم الله كل خير انتم بتشاركوا معانا كده. انا احب اللي يتكلم ويشارك اي شيء بنفسك قول عشان نفهم بعض. طيب يا شباب رسمتها ازاي يا جماعه دي؟ تبقى عامه كده رسمه عامه كده يا جماعه زي كده بدأ من الصفر وراح كده الى من النهايه بتزيد خلي بالك كده يعني هي ماشيه يمين بس يعني هي كده بتطلع لفوق بتزيد برضه واخد بالك؟ انك هتزيد على الواي ايوه يبقى المجال عندي اهو كل ما اخد اكس تاخد صفر واي رقم ثاني 2 من 10 5 من 10 1 100 107 من 10 99 من 100 اي رقم زي كده شغال لحد ما النهايه ده المجال. طب المدى يا جماعه المدى من صفر الى اعلى نقطه عند اعلى نقطه فين يا عبد الرحمن؟ اعلى نقطه من اقل نقطه عندي اللي هي صفر اهي مو جمال النهايه فوق هنا الى مدى النهايه طالع الى مدى النهايه يا جماعه. يبقى المدى عندي نفس دي بالظبط المدى اقول له ايه المدى اللي هو بقى ما اقولش اكس اقول اف اكس اف اكس حيث الاف اكس دي اكبر من او تساوي صفر نفس الكلام برضه يا جماعه. يبقى هي اف اكس حيث اف اكس دي ايه اكبر من او تساوي صفر يعني هي هتساوي صفر هنا وتزيد بقى الى مدى النهايه تطلع فوق الى مدى النهايه زي كده واضح يا جماعه المجال والمدى التزايد التناقص يا شباب ها متزايده متزايده منين اللي فين؟ من على اليمين من عشان زياده بس هنا عندي في ميول عندي شروط من اول فين متزايده؟ بالموجب من اول صفر الى موجب من النهايه متزايده بقول له من صفر فتره مغلقه الى موجب من النهايه مفتوحه متزايده في تزايد عندي يا جماعه بس كده يا شباب مفيش فيها تناقص خالص زياده بس. طيب سلوك الداله سلوك الداله يا جماعه مهم جدا لما اكس تروح ليميت ليميت اف اوف اكس لما اكس تقول الى او تقرب من الموجب من النهايه الموجب الاول هتروح فين دي؟ نعم الى موجب من النهايه برضه اكس بتزيد كده والداله بتزيد أيوه. كده فوق تطلع بتزيد صح السهم ده ماشي بيطلع بيرتفع على فكره انت شايف فيه على طول بيطلع يبقى الليميت لما اكس تقول الى ما لا نهايه موجب بتساوي ايه؟ موجب من النهايه. طب الطرف الثاني زي ما احتاج واحد ذكي شويه الطرف الثاني ده يا جماعه صفر ليميت ليميت اف اكس محتاج واحد ذكي لما اكس تقرب من سالب ما لا نهايه صفر استاذ طيب لو صفر دي معناها لها قيمه عند سالب ما لا نهايه لها قيمه ينفع اجيب الداله ديت اصلا لها وجود في السالب؟ لا مالهاش اي وجود بقول عليها لا يوجد اقول يا جماعه دي عليها غير معرف غير معرف غير معرف تمام غير معرف بالسالب اصلا اي سالب غير معرف اقل من الصفر بواحد من مليون غير معرف انما معرف من عند الصفر طالع ناس بيسموها كمان كتب تقول لك ايه قيمه غير معينه تكتب قيمه غير معينه معروفه او قيمه غير معروفه يا جماعه يبقى لما يجي لك الاختبار بقى كده قول له دي قيمه غير معرفه بس كده ليه كده؟ لان الاعداد السالبه اللي ليس لها جذر ما اعرفش اجيب جذر عدد سالب مستحيل واضح يا جماعه الحته دي؟ دي كانت اول داله اتقابلنا عليها شروط او قيود متكتفه من القيود اللي هي ايه؟ لازم تحت جذر يكون موجب الداله اللي بعدها برضو عليها قيود برضو يا شباب اللي بعدها هي الداله الايه؟ الكسريه كسريه يا شباب عامله كده اف اوف اكس بتساوي 1 على اكس لازم يا جماعه على فكره نحفظ شكل الرسمه ينفع صفر احفظ شكل كل رسمه فيهم يا جماعه ان الرسمه دي كان الشكل الرئيسي هيساعدنا بعد كده اسمها الداله الام مثلا او الداله الرئيسيه بعدها نحول فيها بعد كده. طيب الكسريه دي يا شباب لو جيت ترسمها مثلا تحط جدول وترسمها تجربت كده هتعمل ايه؟ هتلاقي احداثياتك اهي هتلاقيها كده واحده ايه مستحيل تلمس الصفر الى ما لا نهايه هنا وما لا نهايه هنا والطرف الثاني هنا كده بالظبط زيها بالظبط ندرس كده الداله دي مع بعض ندرسها كده مع بعض يا اولاد
لاحظ كده كل ما اكس تقرب من الصفر تنفر منه. لما اكس يا جماعه تقرب من الصفر كده بنقلب اليمين ده لما تروح فين؟ تطلع لفوق بتقرب ايه؟ من الصفر برضه هو الواي بس الى من النهايه فوق الصفر من النهايه تمام كده؟ ونفس الشيء هنا لما اكس تقرب برضه هنا من الصفر ده لما تروح ايه؟ الى سالب من النهايه تمام؟ الداله دي يا جماعه غير معرفه عند الصفر صح كده؟ يا صح شوف كده بتقرب من الصفر اهو بتقرب منه لكن ما توصل له ابدا. بسمي ده اهو خط تقارب. الصفر ده يا جماعه الاكس اهو حتى ده كده اسميه ده خط تقارب. ده لما بتقرب منه بس لكن ما تنطبق عليه. كل ما تعتها قيمه قرب اكثر لكن ما تنطبق عليه ابدا. فاهم كده يا جماعه؟ يبقى مجال الداله دي ايه؟ ايه مجالها؟ جميع الاعداد الحروفيه ما عدا الصفر. ما عدا الصفر. ما يجيش عند الصفر. هسميها كده اهو ار اعمل فرق الصفر ده المجال حتى المد مدى والمدى نفس الشيء المدى برضه نفس الشيء يا جماعه شوف ما تقرب منه ابدا ما تقرب منه هنا ولا تقرب منه هنا المدى برضه تقول له اه فرق بين الصفر طيب نشوف كده ثاني تزايد وتناقص مثلا تزايد وتناقص الدال من سالب ما لا نهايه انك تناقص من موجب ما لا نهايه تزايد من هو من سالب من النهاية لحظة بس كده معايا أدرسها لحد هنا كده يا جماعة لحد هنا وقف لحد الصفر أيوة في لأنه في قرب من الصفر يا جماعة لا ده ده على الصفر لا أعمل لا أعمل فترة مفتوحة مفتوحة ليا وصلنا عند الصفر يعني ما بتنطبق على الصفر الصفر ما هو معانا هنا بيحصل إيه الدالة هنا بتحصل إيه يا جماعة بتقل تنقصية بتقل صح عشان كده تنقص ماشية كده معلش كده تناقصية عادي بقول له تناقصية كل ما تقرب هنا من الصفر تناقصية طب الناحية الثانية يا شباب من صفر تزايدية إلى ما لا نهاية موجب لاحظ كده فترة أعملها إيه مفتوحة مفتوحة إيه لأن ما تتطرق على الصفر برضه يا شباب الدالة اللي تحصل لها هنا ها في حد قال تزايدية أنا قلت تزايدية غلط يا محمد شوف الدالة كده معايا من الصفر وأنت رايح بقى يمين كده شوف هي كانت عند صفر نازله اهي نازله بدرسها من اليسار يا شباب من اليمين بدرس الداله سلوك الداله وتزايد التناقص من اليسار وانا جاي شوفوا من اليسار قريبه جدا من المحور وهي قريبه تبعد شويه تبعد 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 تقل 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 صح؟ كل ما انت ماشي كده بتقل يا برضه هي يا جماعه تناقصيه وهي تناقصيه من سالب من النهايه صفر ومن صفر من النهايه معنى كده ايه؟ الفكره في كده؟ ان الصفر لا ينتمي للمجال الصفر لا ينتمي للمجال واضح طيب الداله يا جماعه من الاجل الاخيره داله القيمه المطلقه القيمه المطلقه دي اسهل داله هتقابلك اللي اسمها absolute value اكس بتساوي القيمه المطلقه اكس اكس يا جماعه لها حدتين ممكن تكون موجب قد تيجي حرف الفي تيجي حرف الفي مثلا ايه؟ كم مطلقه اللي موجب 5 تساوي 5 كم فيها سالب 5 كم؟ 5 5 موجب 5 في يبقى اللي جوه ده اهو يمكن يكون موجب اكس ممكن سالب اكس طب امتى يكون موجب؟ لو اكس اكبر من او تساوي صفر سالب ممكن ايه؟ اكس اقل من صفر واضحه يا شباب؟ ايوه تمام اوكي رسمتها تجي على حرف V رسمتها يا جماعه ليه رسمتها؟ ما في اسهل منها عندك ترسم كده يعمل ايه؟ عشان اعمل لك بس جدول هتلاقي الرسمه ان شاء الله سهله جدا اذا عملنا اخر زيت بس قبل الكهرباء خلاص زي كده محور اكس محور واي زي كده اما اجي ارسمها انت عارف طب احط قيمه مثلا ايه يا شباب؟ احط قيمه اكس مثلا بصفر يبقى اكس هنا بكام؟ برضه بصفر ما صفر وصفر معانا طب حط قيمه الاكس بواحد موجب واحد يعطينا ايه؟ واحد ممتاز ما واحد هو واحد نفس الشيء من الطرف الثاني سالب واحد الاكس يطلع برضه واحد اثنين واثنين
طب سالب 2 و2 زي كده، ما انا محتاج اعمل جدول ولا شيء، ما انا محتاج اعمل اي جدول. عادي 3 و3 سالب 3 كمان سالب موجب 3 زي كده شباب، ونفس الخط المستقيم زي ده كده مثلا، ابدا من هنا كده يا شباب وطالع زي كده، حاول تظبطه بس طبعا من الخط المستقيم 100%، وهنا نفس الشيء زي كده يا جماعه. دي اللي بنسميها ايه يا جماعه؟ داله القيمه المطلقه. مجالها هو ايه؟ المجال عندي هو ايه يا جماعه؟ المجال جميع الاعداد الحقيقيه، جميع الاعداد الحقيقيه ممتاز، اقدر اديها اي رقم. المجال عندي، المجال اللي هو رمزه دي دوما اقول له بتساوي ار. طب والمدى؟ ده المهم الموجب مدى نهايه. المدى ايه؟ من صفر الموجب مدى نهايه. ما شاء الله ممتاز، اقل قيمه للداله هي صفر، اقل قيمه صفر، بقول له من صفر مفتوح مغلقه الى موجب مدى نهايه، ممتاز كده عندي فتره مطلقه. ده المجال والمدى زي الروتوماتوس يا شباب، بتيجي تزور هناك من مدى النهايه سالب مدى النهايه وانت جاي، ده اللي بتسميه ايه؟ تناقص. تناقص ومن صفر لحد صفر طبعا، ومن صفر الى موجب مدى النهايه تزايد. سهل جدا، سهل. الفكره الثانيه بس سلوك الداله ليميت. ليميت يا جماعه لما الداله ده هي تو اكس بتقرب من سالب مدى النهايه تزيد، شوف تروح لسالب من النهايه، اسهل ما لا نهايه، تروح لسالب ما لا نهايه. الموجب ايه؟ ما لا نهايه، بقول له بتساوي يا جماعه موجب من النهايه. طب بالمثل برضه الليميت لما اكس تعود الى سالب موجب من النهايه، بقى المره دي موجب هنا يا جماعه اكس بتزيد ما لا نهايه، ده اللي راح فين؟ موجب ما لا نهايه، برضه موجب ما لا نهايه يا جماعه. يبقى انا عندي الداله اهي في جميع احوالها ان هي راح موجب ما لا نهايه، ما تديش سالب ابدا، مستحيل تدي سالب. تمام كده؟ لما خدت في المتوسط حل المعادله التربيعيه مثلا بيقول لك ايه؟ المعادله التربيعيه القيمه المطلقه ل x زائد 1 مثلا بتساوي سالب 2، تقول له حلها هنا ايه؟ لا يوجد لها حل، ما ينفعش تديك سالب ابدا، ما ينفعش تطلع كل بالسالب قيمه مطلقه، صح كده يا جماعه؟ عشان كده الداله ليس لها قيمه في السالب ابدا، ما لهاش قيمه معرفه. دي يا جماعه كانت ايه؟ الداله اللي قبل الاخيره. في وقت ناخد الداله اللي قبلها بعدها؟ خلاص باقي دقيقة. ايه؟ باقي دقيقة بس. دقيقة واحدة بس. اللي جاية اسمها الدالة على الأسس، خدناها قبل كده برضه. التحويلات بقى الهندسية إن شاء الله من الحصة الجاية نبدأ فيها إن شاء الله. مباشرة مرة واحدة، ما هنراجع الحاجات دي ولا حاجة. الدالة يا جماعة اللي جاية مراعاة صحيح، لو جيت أرسمها مثلا لو في وقت، يا دوب الوقت أرسم فيه بس. عبارة عن ايه يا جماعة ديت؟ مثلا ارقام من الصفر لحد ارقام من الصفر يا جماعة الى الواحد، من صفر الى واحد كلها بتساوي ايه؟ بتساوي صفر. اعمل دي هنا مغلقة وهنا مفتوحة. طب من واحد الى اثنين كلها تساوي ايه يا شباب؟ هذه دالة درجية تساوي واحد. ايوه، نوع من انواع الدالة الدرجية يا جماعة هي دالة ايه؟ اكبر عدد. ايوه درسناها، هي مهمه في الفصل الثاني صح. ايوه مثلا من سالب واحد لحد صفر اقول له بتساوي سالب واحد. طب من سالب اثنين سالب واحد، سالب واحد بتديني ايه؟ سالب اثنين. سالب اثنين ماشي، يبقى بتدي حاجه في اليسار دايما. لو قلنا مثلا اهو من سالب خمسه مثلا، من سالب خمسه وليكن لحد سالب اربعه بتدينا سالب خمسه، سالب خمسه القيمة اللي هي سالب 5 مثلا يا جماعة و2 من 10 تدينا ايه؟ تقول سالب 6 اللي قبلها على طول ماشي؟ سالب 6 وهكذا يا شباب. المفروض سالب تطلع 5 يا استاذ؟ لا لا سالب 6 الموجب بيديك رقم الموجب الأقل. خدها بالرسمة كده. اوكي. شوف دايما يعطيك رقم اللي على اليسار. دايما اللي على اليسار زي مثلا هنا اهو هنا ايه؟ 1 2 3 مثلا 3 و4 3 اهي يا جماعه و4 كل ما بينهم يديك ايه؟ 3 يدي اللي على اليسار مثلا 3 و2 من 10 يدي 3 3 و7 من 10 يدي 3 3 و9 من 10 يدي 3 تمام يا جماعه؟ لحد يعني عكس السالب يدي الاقل ايه؟ يعني السالب يديك عدد ثاني اما الموجب يديك نفس العدد
الموجب نفس العدد. اعرفها كده سالب 5 مثلا هنا على الخط هتبقى مثلا اللي هي وليكن دي سالب 5 مثلا ماشي، ودي وليكن كام؟ سالب 4 هنا سالب 4 المسافه اللي بينهم ده مثلا قلنا من كام؟ سالب 1 من بين سالب 5 وسالب 4 هنا كده مثلا اي رقم هنا يبقى كام؟ مثلا سالب 4 واحد سالب 5 سالب 5 سالب 5 طب 5 ونص يدي سالب 6 يدي اللي بعدها هنا كده يا جماعه. طب 6 و4 من 10 يدي سالب 7 يدي 7 ايوه زي كده وضحت؟ ايوه دي يا جماعه اخر حاجه في مين؟ اخر حاجه في انواع الدوال ثمان دوال من بكره ان شاء الله هنبتدي ايه؟ التحويلات الهندسيه بقى نعمل انسحاب يمين ويسار والكلام من ده. مجالها ار يتمنى المدى حقها زد وتحضروه يكون احسن. وانا بشكر جدا يا جماعه تعاونكم معانا والله الفصل ده ما شاء الله محترم جدا وبيساعد معانا يعطيك العافيه ان شاء الله ربنا يوفقك باذن الله. حد عنده سؤال يا جماعه؟ سلامتك. السلام عليكم. السلام عليكم. يعطيك العافيه استاذ. مع السلامه استاذ.